القصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع برضو لطيف وخفيف عكس المواضيع الكبيرة اللي بكلمكم فيها، لأن أنا تخصصي انتوا عارفين الماجستير والدكتوراه مخ وأعصاب، فدايما بختار لكم مواضيع صعبة. هكلمكم على موضوع برضو لطيف وسهل، هنتكلم عن تفتيت الدهون خصوصا بقى بعد الولادة، بعد الولادة، بعد السمنة، خصوصا مريض السكر. انا في وجهة نظري انه السمنة اصلا كلها مرض، بس سمنة البطن خطر، يعني لان سمنة البطن بتأثر لك على القلب، بتأثر لك على الكبد، بتأثر لك على كل بتأثر على النفس، بتأثر لك على كل الفيتال اورجنز اللي جوه، بتأثر على المرارة. فانا بشوف انه سمنة البطن مش بس بتخلي الشكل مش حلو، لا دي بتأثر على حاجات كتيرة. فانا من الناس اللي بتحب تشتغل فيها وبتحب تتبع برضو التقنيات الحديثة اللي فيها. طبعا معروف الجهاز اللي هو بتاع تفتيت الدهون هو المعروف الكافيتيشن، انا بحب اعمله وبعمل معاه شد بشرة برضو زي ما شرحنا قبل كده، راديو فريكونسي، عشان ابقى عملت تفتيت وابقى شديت. بس بص انا بحبه جدا لان هو نتيجته سريعة، خصوصا لما بعمل بعدها الحقن، احنا بنحقن مادة اسبانية كده حلوة جدا بالتفتيت دهون، فبحب اعملها واعمل معاه الحقن كمان، بيجيب نتيجة سريعة جدا، 6 8 مرات تلاقي المشكلة انتهت. حتى لو انت والدة، حتى وبعدين انا من الناس اللي ببدأ، يعني انا من انصار، حتى انا عن نفسي الولاده هم قدامك 2 اسبوع وتبداي تعملي برنامج التخسيس وتبداي تعملي الاجهزه بتاعتك وبسرعه تلحقي نفسك قبل ما الدنيا تبوظ، لان لو سبتي نفسك خلاص العضله بقت ويك اصلا ضعيفه وهتترهل منك. وطبعا انا البرنامج بتاعي كمان في كمان مع الحاجات دي بعمل برضه معاها برنامج شد عضلات. وبعدين بنعمل شد عضلات، وبنعمل شد للترهلات. انا دايما ما بعملش الكافيتيشن لوحدي، انا بحب اعمل دايما معاه الريديو، بعمل شد عضلات معاه بحيث ان انا ابقى اخدت الموضوع كله. ممكن على ما هي تجيب الكحول ممكن نبدا بالريديو كتير. ده جزء من الجلسه، بس انا دايما بحب لما افتت الدهون اعمل تفتيت دهون وبعد كده احقن بقيه الدهون اللي فاضله دي في الماده تفتت الدهون. زي ما قلت لكم من 6 ل 8 مرات بنكون خلصنا المشكله. خفيف، انا خايفه بس عشان اول جلسه، بس انا ايدي اصلا خفيفه جدا زي ما انتم شايفين، مفيش اي حاجه، مش حاسه باي حاجه، الموضوع سهل وبسيط. والله يا بختك. بس ناخد العضلات اللي فوق برضو، بس خلاص البطن كلها. ده حقن بالميزو ثيرابي بعد ما عملنا تفتيت الدهون. انا بقى كمان بحب اكمل معي بالريديو وبشد الترهلات على حسب، بس احنا الافضل ان احنا بنشيل الدهون ونقوم شادين الترهلات بعدها عشان ما يبقاش عندنا ترهلات. بس رب نكون فدناكم في حلقه النهارده، كانت حلقه لطيفه.